المفس الاكسجين وسائل الوقايه للاعوال يا نعم سيدي يا نعم. والبرسونال والبرسونال يعني بالنسبه للاكسجين معدل الاستهلاك اليومي 3000 لتر يوميا ما تراجعش. عندنا تو جمعتين استهلكوا 3000 لتر يوميا. الشركه المعنيه بارك الله فيها وبارك الله في السواق نتاع شركه لندغاز والمشرفين على شركه لندغاز وبارك الله في المسؤولين في وزاره الصحه اللي ينسقوا ما بينهم وما بينهم وما يخليوش معناها الامور تهبط تحت الخط الاحمر ان شاء الله باذن الله. يعني قاعدين معناها كل نهارين ثلاثه يشرجيونا معناها الخزان الرئيسي بتاع الاكسجين. توا نحن عندنا معناها متوفر عندنا معناها 6000 لتر المخزون هذا يكفينا معناها على نهارين ان شاء الله معناها في القريب العاجل يزيدوا يعاودوا يزودونا. بالنسبه للمستشفى الميداني الحاله نتاع الاكسجين طيبه جدا 103% معناها الخزان نتاعو معناها ان شاء الله معناها ربي يشفي المؤمنين واحد كذا. بالنسبه لوسائل الوقايه نحن في تواصل يومي معناها مع الشوكروم معناها في وزاره الصحه قاعده معناها فهمتني ولا تمد فينا وفي تطور الحاله معناها تاخذ بعين الاعتبار الاحصائيات والفتح نتاع المستشفى الميداني ان شاء الله يقويونا دفعه شويه في وسائل الوقايه قصد وقايه البرسونال لان وقايه البرسونال مساله هامه. شكون قايم به معناها العمل في المستشفى؟ اذا كان يتمسك البرسونال وكتب هذيك وقتها تكون التامه الكبرى وقتها تكون الكارثه الكبرى على اللي يقدر فهمني. يعني مساله هامه الله يبارك لك سي ناجح اللي ذكرتها مساله حمايه معناها العاملين هذومك هم الناس اللي قاعده ساهره على تسيير المستشفى وعلى تسيير تقديم العلاجات للمواطنين. في حاله ما تمسوا الله اللي قدر وقتها الامور معناها اللي قدر تتعكر والامور اللي قدر تحبس. اكبر تحدي لنا كما قلت قادمين عليه تو الناس كل يعني بتكاتف الجهود ما بين الاداره الجهويه واداره المستشفى والساده الاطباء والدكتوره جهيل العياش واحد اللي هو تشغيلها اربع سر جدد بتاع الانعاش ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله في القريب العاجل يا ربي معناها فهمت ولا نفعلوهم وتكون معناها متنفس الانعاش في الجهه وان شاء الله يا ربي الناس تلتزم الناس تلتزم وتتراجع معناها حده وتيره اصابات في القيروان. كيفاش تتعاملوا مع المزودين في ظل الظروف والله الماليه الصعيبه هذه؟ هل اثرت على التزود بالمواد الاساسيه في ظل الظروف الماليه الصعيبه؟ قاعدين معناها فهمت ولا نحاولوا كل مره معناها نخلصوا معناها نجدولوا في الديون هذه يالي ونتعاملوا مع المزودين معناها بصفه مباشره معناها بصفه مباشره. يعني ماناش قاعدين نكونوا في مخزونات استراتيجيه من المواد قاعدين معناها نغطيو في استهلاكاتنا الاسبوعين للشهر ثم معناها نقوم بعمليات خلاص مباشره ان شاء الله معناها فهمت ولا يتفاعل معنا الصندوق الوطني للتمويل عن المرض في خلاص معناها جزء من مستحقات المستشفى. الوزاره قاعده متفاعله مش نفاق او واحد الوزاره قاعده متفاعله تفاعلت معنا في خلاص ديون لشركه توصيل الكهرباء والغاز الامر اللي معناها خلاهم معناها يتصلوا بينا ويعدونا اللي هما باش يعاودوا يزودونا بالماده الغاز الطبيعي اللي هي ضروريه معناها لتسخين المستشفى والسير العمل بالمستشفى. مع العلم عندنا مولد كهربائي وخزان معناها احتياطي زاد الماء لابد معناها باش يقع ربطهم بالكهرباء ان شاء الله في ظل حاله الازمه مع شركه توصيل الكهرباء والغاز. هل الامور هذه اللي تتحسن؟ الوزاره زاد قاعده ماخذه على عاتقها عمليه شو اسمه التسديد نتاع ديون الصيدليه المركزيه اللي هي تمثل اكبر قسط من الديون هذه اللي ان شاء الله معناها معناها كل عام قاعده معناها تخلص معنا طريف ان شاء الله يا ربي بوعي الناس اللي هو معناها يمشي معناها كيما قلت لك مقارنه بسيطه في القطاع الخاص ليلة الإقامة منها في قسم الكوفيد تتكلف 3000 دينار لهنا في المستشفى فهمتني ولا مجانا مجانا وساعات يقع تكسير بتاع تجهيزات فهمتني ولا متبرعين بها العباد. في حين توا حكينا ثم أدوية ناقصة وثم وسائل الوقاية ماهيش متوفرة بالعدد الكافي، كيفاش هالديون هذه أثرت على سير العمل الأفضل؟ نقول ما هو ثم سقف هي للأفضل لمساعدة الأعوال و يعني أنا سي ناجح هي الكنام خالصين معها لحد سنة 2020 يعني مازلنا نستحق منها ديون سنة 2020 اللي تتقدر ب 14 مليون دينار فهمت سيدي. يعني خلصت هي 2019 كاملين خالصين معها مازلنا نستحق منها مستحقاتنا نتاع 2000 سنة 2020 تقدر ب 14 مليون دينار. بالنسبة للتزود بالأدوية للأمانة يعني منذ منها بداية الجائحة يعني الصيدلية المركزية ما عطلتش حتى عملية تزود أو تزويد يطلبها المستشفى من مصالحها الا انه الانقطاع في بعض المواد نتاع الامراض المزمنه او الاخرى نتيجه معناها ثم انشغال كبير بجلبان التلقيح وانشغال كبير بتوفير الادويه نتاع الكورونا فهمتني. الشيء اللي اثر سلبا ربما على عمليه التزود بالادويه الاخرى فهمتني. نفهمها في ظرف الجائحه هذه يالي شبيك راهو معناها ادويه باهظه الثمن وادويه ذات تكلفه مرتفعه وادويه كلها مستورده من الخارج والتلقيح زاد كيف كيف. يعني انشغال الصيدليه المركزيه به الجائحه هذه اللي اثر في بعض معناها العمليه التزود للامانه ما رجعوناش حتى طلب التزود تحت تعله ان احنا مش خالصين معاه. الشكر ليهم وربي معناها يفضلهم وان شاء الله نواصلوا مع بعضنا العمل معناها في واحد لصالح المواطن فهمتني سيدي لصالح المواطن وان شاء الله معناها من حسن الى احسن وان شاء الله يا ربي معناها الجاي يكون خير وان شاء الله يا ربي معناها الافاق نتاع المستشفى هذا تكون خير ان شاء الله.